السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرابعة مساء بتوقيت الجزائر، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار. المستهل بأحوال الطقس، حيث تشهد العديد من ولايات الوطن موجة حر استثنائية تصل إلى 46 درجة مئوية على بعض الولايات الساحلية والداخلية للوطن. وستسجل ولايات عين تيمشنت، وهران، مستغانم، تيبازا، الجزائر العاصمة، بومرداس درجات حرارة عالية تتراوح بين 40 درجة و 42 درجة، في حين يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة في ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر غليزان، شلف، عين الدفلة بين 44 و46 درجة. موجة الحر هذه ستستمر اليوم وغدا لتشهد انخفاضا يوم الاثنين، وتعود لترتفع من جديد يوم الأربعاء المقبل بحول. يكون هناك تراجع في درجات الحرارة ابتداء من يوم الاثنين إن شاء الله على كل هذه الولايات المعنية المذكورة سابقا، على أن تعاود الارتفاع إن شاء الله يوم الأربعاء، خصوصا على المناطق الساحلية والداخلية الشرقية. هذا وتوصي المديرية العامة للحماية المدنية بتوخي الحذر واتباع الإجراءات الوقائية لتجنب الأخطار المتعلقة بموجة الحر وكيفية التعامل مع مثل هذه الظروف الجوية لتجنب التعرض لأشعة الشمس، خاصة الأشخاص المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال، وتقليل الخروج والتنقل خلال هذه الفترة إلا في حالات الضرورة، والبقاء تحت الظل قدر المستطاع. اليوم برسك 45 دوغري، اليوم راه كاين الحموان، رانا في وهران بلاد كبيره، ما مو فيها البحر، فيها ما مو برد الحال، بصح الله سبحان ربي الحموان راه كاين. انسان يستحفظ على روحه يقعد في الدار، اللي مريض امراض مزمنه راه كاين، اللي ما عندهاش لي موايا يقعد في الدار، واللي عنده لي موايا راه يبحر ويدور يحوس يدير برود كليما ما يقعدش يمرض. ها الحموان بزاف، انسان يستحفظ على روحه. مع الميديتي كاع الضر شويه وكاع الناس كيما نقولوا حنا اللي مرضى وكاع ماذا بهم ايفيتو ما يخرجوش، كيما نقولوا حنا اللي كبار في السن وكاع ما يخرجوش. الانسان اللي عنده لي موايان وكاع راه في البحر يروح يدور. اليوم نهار سبيسيال، خرج غير نقضي واحد الصوالح بقي ندخل، كاين بزاف لي ميديتي باسكو رانا حدا لا بلاج. اليوم نهار حامي بزاف، هاي يروحوا لي بلاج يدوروا لي ريك باسين براك تشوف هذا راهي حاميه حمان. لازم لك صاحبي ضربت هود للبحر، نورمالمون الحمار راه كاين واحد 40 دوغري درجه هكا 40 تل 42، ولازم الواحد يهود لي بلاج يفيتي هذا الحمان. كيما يمشي مع الدار اللي يمشي يدير كاسكيطاي يتبرد شويه راك عارف. توفي صباح اليوم صديق الثورة التحريرية المجيدة الصحفي الإيطالي بيرو أنجيلا الراحل، ساهم في تغطية ونقل مظاهرات 11 ديسمبر 1960 إلى العالم بأكملها. وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد خص صديق الثورة التحريرية بيرو أنجيلا بتكريم خاص شهر مارس الماضي، فقلده وسام استحقاق ولقب أصدقائي الثورة الجزائرية في احتفالية أقيمت بسفارة الجزائر بالعاصمة الإيطالية روما. مقومات شبانية تتميز بها الجزائر لبناء اقتصادها ومستقبلها الزاهر، وتأطير الشباب لتجسيد مشاريعهم هدف كسبت رهانه الجزائر العينة في النشرة من ولاية إتبسة، ورشات للابتكار وتشجيع الشباب على تجسيد مشاريعهم من خلال دفعهم نحو إنشاء مؤسسات ناشئة. الروبورتاج لعمر طبال. بغية فتح الآفاق أمام الأطفال المبدعين من أصحاب الأفكار الراغبين في تجسيدها بإنشاء مؤسسات، تم تنظيم فضاء للنقاش أطره أساتذة مختصون وأصحاب ابتكارات وكذا أصحاب مؤسسات ناشئة. حضرت بإذن الله مشاركة في تظاهرة ويكي دي بايت كيدز لأشارك بمشروعي، وهو شركة RSS توصيل، وهو عبارة عن تطبيق نستطيع التعامل مع الأشخاص الآخرين أو توصيل طلب
شعبيتهم، شاركت بمشروع فري توريزم والذي هو عبارة عن مؤسسة ناشئة وفكرة ابتكارية، حيث نقوم بتجسيد الآثار بصورة تروادي في لعبة، ويقوم الأطفال بالتنافس والتفاعل فيما بينهم في هذه اللعبة، ومنها تشجيع للسياحة وأيضا تعلم للطفل. شفنا الكثير من الأفكار من عقول نيرة ما شاء الله، يعني أطفال صغار لكن لديهم فكر مقاولاتي، وين طرحوا علينا مشاكل نعيشوها في مجتمعنا اليومي، وجابوا تطبيقات وجابوا أفكار لمشاريع قادرة تتجسد إن شاء الله في الواقع، لما لا خاصة والظرف الذي تعيشه الظرف المعاش حاليا والإيكوسيستم الجديد اللي عايشينه واقتصاد المعرفة لا يضع حدود للسن. التظاهرة عبارة عن فضاء نقاشي يسقل المواهب ونقل الخبرات، وقد خصص جانب منها للنشر المعرفي والتشجيع على القراءة. حاولت الوصول أو التقديم لأن تكون القراءة أو الكتاب أقرب للطفل من خلال هذه التظاهرة، على أن يكون يعني صديق للقارئ، أن يكون نمط حياة في هذه التظاهرة، لأن التظاهرة قائمة على المقاولاتية بصفة عامة، وأدخلنا النشر المعرفي في ظل التطور التكنولوجي. إذا كانت مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة، فإن هذه المبادرة قد تكون الخطوة الأولى في مسيرة أحد هؤلاء الأطفال المبدعين لتجسيد أفكاره في مؤسسة ناشئة. شباب آخر من ولاية عين تيمشنت طوع النفايات وحولها لثروة اقتصادية وحافظ بذلك على البيئة. المتابعة لمحمد سلمي. بواحدة من المشاريع الاستثمارية التي تنشط في ميدان الرسكلة، توجهنا إلى منطقة سيدي بومدين بعين تيمشنت لنستطلع الإرادة التي يتحلى بها السيد الهاشمي الهاشمي لإنجاح مشروعه. المادة اللي نخدموا فيها احنا عندنا البيوتي، مادة البلاستيك مادة بيوتي، وعندنا البي اتش دي، وعندنا حتى المواد المعدنية الحديد والألمنيوم. عندنا تقريبا يوميا يدخل واحد الانتونس 5، يعني كاين فوق 15 حتى 20 متعامل يجي لنا يوميا. حاليا راه عندنا فائض، حق رانا الصيف في اليوم تاع الصيف عندنا فائض، الحمد لله رانا نخدموا. سمحت بان هذه المؤسسه فتحت ابواب، جيت طلبتها ما الحمد لله ربي قبلونا، راني الان في مده سنتين هنا، تعلمنا هنا ورانا ندو في التجربه، الحمد لله يا ربي رانا نتقوتوا منها، رانا امورنا ماشيه. مشاريع قابلتها تحفيزات من قبل الوكاله الوطنيه لدعم وتنميه المقاولات بالولايه بهدف استحداث الثروه وتوفير مناصب شغل، نظرا للأهمية الاقتصادية التي تلعبها هذه المؤسسات في سواء المحافظة على البيئة، في خلق مناصب شغل، في دعم الطبقة الشغيلة على مستوى الولاية باعتبارها قيمة مضافة أساسية في الاقتصاد المحلي. كما تدعو الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولات جميع الشباب بمختلف تخصصاتهم العلمية إلى إنشاء مشاريع في شتى الميادين الاقتصادية. وتأطير الشباب مهم في بناء مسيرتهم لحمايتهم من طرق الانحراف، عمليات أمنية مكثفة بولاية البليدة تثمينا للتنسيق العملياتي بين جهازي الدرك الوطني والشرطة لضمان أمن وسلامة المواطنين. الروبورتاج لربيع بوزيدية. تنسيق عملياتي مشترك بين المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ومصالح الأمن التابعة لولاية البليدة لوضع إطار منهجي لعمليات المداهمة بهدف محاربة الشبكات الإجرامية التي تهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم. نظمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة مداهمة مشتركة مع مصالح الأمن الوطني لولاية البليدة، وهذا بإقهام جميع الوحدات الفرعية العاملة في الميدان أين استهدفت أوكار الجريمة من أجل وضع حد لتنامي مختلف الظواهر الإجرامية. المداهمة شملت مختلف الأحياء خاصة النقاط السوداء والأماكن المشبوهة، إلى جانب تأمين محيط المدينة ونشر دوريات مشتركة على مستوى محطات القطار والمحطات البرية لنقل المسافرين.
ليشمل البرنامج تنفيذ عملية مداهمة واسعة تستهدف بؤر الإجرام، وكذا وضع نقاط مراقبة وسدود أمنية ونشر دوريات مشتركة على مستوى محطات القطار والمحطات البرية لنقل المسافرين. العملية أسفرت عن توقيف وتحويل 6 أشخاص مشتبه فيهم لاستكمال الإجراءات القانونية. المشتبه فيهم تورطوا في قضايا تخص حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية قصد الاستهلاك، وكذا قيادة دراجة نارية بمواصفات غير مطابقة. تأتي هذه العمليات في إطار تأمين المساحات العمومية وأماكن الترفيه التي تعرف إقبالا للعائلات الجزائرية، مع تنظيم خرجات توعوية لتحسيس سائقي المركبات بضرورة احترام قانون المرور. في الرياضة وضمن ألعاب التضامن الإسلامي بقونيا التركية، تدعم رصيد الجزائر اليوم بميدالية فضية إلى الرصيد بفضل الدراج الجيجي يوسف في السباق على الطريق، لترتفع بذلك حصيلة الميداليات إلى 4 ميداليات ذهبية و6 فضيات و7 برونزيات في مختلف التخصصات، إضافة إلى تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 23 سنة للمربع الذهبي. دوليا في شأن الصحراوية، شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي المتمركزة بجدار الذل والعار بمنطقة أعقد أركان بقطاع المحبس، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. كما استهدفت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قوات الاحتلال المغربية بقطاع أوسرد وبمناطق كلب النص وسطيلة ولد بواكر، وهذا حسب بيان عسكري صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية. شرق أوسطية، وفي شأن الفلسطيني، أصيب 4 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيونية بالضفة الغربية البيرة والخليل، وذلك في مظاهرات منددة بالعدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني الأعزل وكذا سياسة الاستيطان الصهيونية. هذا واستشهد أمس شاب فلسطيني من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة متأثرا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى 49 شهيدا. عودة إلى أخبار الوطن، ولتعزيز المشهد الثقافي والتعريفي بالحضارتين الجزائرية والروسية في أرض الشهداء وكذا التعريف بثقافة وعادات وتقاليد الجزائر، نظمت الجمعية الوطنية السياحية كنوز الجزائر بتيبازا وبالتعاون مع الحركة الجمعوية الروسية متطوعو النصر والسلام التظاهرة الثانية لملتقى التبادل الثقافي بين الجزائر وروسيا. ونختم بأجواء الطبعة 11 للمهرجان الثقافي لأغنية الشعب المتواصلة، فعالياته بقاعة ابن زيدون بالعاصمة، حيث استمتع الجمهور العاصمي في السهرة الثالثة بأجمل الأغاني التي نشطها ثلة من الفنانين. الأجواء تنقلها لنا الزميلة إكرام قاضية. لون موسيقي، صوت ونغمة مميزة، وفي الفن الشعبي يمتزج الذوق بالإبداع الموسيقي ليشكل لنا ألحانا ممزوجة بلمسات تراثية. جيت أنا وماما وأختي باش نشوفوا هاد السهرة تاع اليوم، و شغل رانا حابين هاد الفن يقعد للأجيال الجاية. جينا في ثالث يوم باش نحضروا هاد السهرات الشعبية، هي موروث للتراث الشعبي للبلاد هذه، وجينا باش نعرفوا الاطفال نتاعنا على هذه الثقافه وهذا الموروث الثقافي اللي خلاوه لنا الاجداد نتاعنا. ماذا بينا ديما يكون حاضر وماذا بينا يكون متوارث بين الاجيال. الشعبي هذايا فهمتي دخلنا في الدم، لان
بصراحة رانا مبسوطين فرحانين اللي عاود من جديد عاودوا له هذا المهرجان هذا. باقة مبتدعة من العزف والغناء بنفس شعبي أطربت آذان الزوار بانسيابها وعرقتها. الشعب يعملك مرفه بزاف بالقصايد بالأغاني القصيرة بلي شونسون. هو مزوج من الأندلس ثاني دونك شعبي مرفه بزاف وحاجة اللي مرفه بزاف إن شاء الله ما تفقرش باسكو احنا نغيروا بزاف على الأغنية هذه الأغنية الشعبية. لازم نحافظوا على التراث الفن الشعبي الجزائري باش يبقى منسخ في الذاكرات يعني تاع الفن الشعبي الأصيل. الشعبي يعني كلام نقي. احنا ماذا بينا الشعبي اللي جون تعذروا كي يسمعوا الشعبي ويخدموا الشعبي. معزوفات رقيقة على وتريات معدنية لا ينحى صوبها سوى عاشق للفن الشعبي. وبنفحات أغنية الشعب نختم هذه النشرة قدمناها لكم من الإخبارية الجزائرية. نشكركم طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.